السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في شرح جديد. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نقدم لكم عن كيفية تغيير شكل هاتفك بشكل جذري للغاية. كما ترى هذا الهاتف يعني شكله قديم للغاية، أصبح يعني موضة قديمة كما نقول، يعني بتطبيق يعني سأجعله يعني خرافي، شكل خرافي، يعني الأيقونات خرافية، شكل الساعة خرافي، كل شيء خرافي. كل هذا وهذا على حلقتنا لهذا اليوم، فلا تنسى دعمنا باشتراك للقناة لكي يصلك كل جديدنا. هذا التطبيق يعني بحثت لكم في سوق بلاي، ويعني بحثت عن افضل تطبيق ووجدت ان هذا هو افضل تطبيق يعني في التقييم وكل شيء يعني، وجربته لمدة يومين كاملين يعني ولم اجد فيه اي عيوب. صراحة تطبيق خرافي، سادخل عليه لابدأ في شرح التطبيق. تجدوا الرابط تحميله بطبيعة الحال اسفل الفيديو في الديسكريبشن. صراحة تطبيق خرافي. هذا هو تطبيقنا، نضغط على سويفونت. يعني وميزة ثانية يعني لا يعني مثلا إذا كان يعني هاتفك ضعيف يعني سيدعمون لأنها يعني لا يعني لا يستهلك رام كبيرة. نضغط على كومونسي. كما ترى عزيزي المشاهد يعني تغير الهاتف بشكل جذري للغاية. كما ترى عزيزي المشاهد الهاتف تغير بشكل جذري يعني، وما يعني مازال يعني بقي سأشرح فيه ميزات عديدة بقية في هذا التطبيق. لدينا ميزات يعني خرافية في هذا التطبيق عليكم مشاهدتها. هذا التطبيق الخرافي سنتعرف عنها. هنا يعني مودي في يعني يمكنك التحكم يعني في الايقونات، يعني مكان تواجد الايقونات. ممكن يعني اجعل الكاميرا هنا بدل يعني طريقة عادية كل هواتف فيها. كما ترى نضغط تغميني. هنا لدينا ميزة ثانية وهي هذه، يمكنك يعني من يعني مثل يعني يصنف لك التطبيقات يعني في مجموعات. مثلا هنا فوتوغرافي، يعني تطبيقات التصوير. هنا كما ترى تطبيقات الاعدادات الى غير ذلك. الميزة الثالثة عزيزي المشاهد يعني رائعة للغاية، وهي فياج يعني لابليكيشن. مثلا سأختار هنا كود، يعني وكثير من الناس يلجأوا لتحميل تطبيقات يعني لإقفال الهواتف، لإقفال يعني التطبيقات. إليك هذا التطبيق، يعني فيه كل شيء موجود في هذا التطبيق. صراحة تطبيق خرافي. مثلا سأختار هذا الكود 015-86. أضغط أوكي. أضغط هنا إذا أردت يعني كيستيون دي سيكيورتي، يعني سؤال، سأضغط تخطي هكذا، وتختار يعني التطبيق التي تريد اقفاله. مثلا ساختار الكونتاكت، يعني بهذا يكون تم اغلاق الكونتاكت. كما ترى عزيزي المشاهد ساتوجه مثلا على الكونتاكت. كما ترى تم اقفاله، يجب ادخال الباسورد. الميزة الرابعة اعزائي المشاهدين، المهم هذه يعني طاي يعني يعني كم تريد يعني من خانة، يعني كما ترى يعني كم تريد يعني في كم تريد من مثلا لدينا الصور يعني 5 أو 4 يعني في الايقونات. اعتذر، سأختار 4 فقط يعني ليكون الحجم رائع. وهنا ممكن اعزائي المشاهدين سأضغط على بريفيريونس. مثلا هنا لدينا ايكون داكي، هنا يعني يمكن ان نعمل تأثيرات خرافية للغاية. كما ترى عزيزي المشاهد مثلا هنا هنا بارير بلان. مثلا ستختار يعني إضاءة الخلفية، هل تريدها يعني قوية أو ساطعة يعني أو ضعيفة. لدينا ميزة أخرى سنذهب عليها، بيرفاريونس. سنذهب على دوسي إيكون. هنا تختار عزيزي المشاهد حجم يعني الإيكون، يعني الشكل والحجم. كما ترى ممكن أختار ما أريد وأضغط الزر. كما ترى كل شيء يتحول عزيزي المشاهد. مثلا يعني كما قلت يعني هذا التطبيق يحتاج شرح لوحده. كما ترى يعني يحتاج على الأقل 6 دقائق في الشرح. مثلا هنا أين هي مثلا ضغطنا عليها، سأذهب مثلا على دوسي إيكون. مثلا طاي يعني يعني هنا حجم الخط، يمكنك أن تتحكم في حجم الخط عزيزي المشاهد وكيف تريد. هنا تتحكم في حجم الخط يعني وكبرى يعني الأيقونات. هنا كذلك يعني هنا يعني الجيستيون، يعني إذا بدك تختار يعني إشارة يعملها يعني يعملها لكي يفتح الشاشة، أو مثلا إيكون داكي. سأضغط عليه. والله العلي العظيم تطبيق خرافي للغاية أعزائي المشاهدين. كما ترى أعطانا إياها، والآن بقي يعني كما قلت 6 دقائق ولن تكفينا صراحة. يعني يجب أن أستعرض أمامكم جميع مميزات هذا التطبيق الخرافي يعني يومين من الاستعمال لكي أتعرف عليه إلى غير ذلك. مثلا هنا نكتب الباسورد التي كتبناه 015-86. هنا تختار مثلا تختار يعني ممكن
يعني الشاشة على كم ساعات مثلا، يعني إذا أغلقت الشاشة يعني الكود يعني كما يعني مثلا إذا أغلقت مدى يعني تدخل الباسورد بعد 3 دقائق. كما ترى ولديك هنا ميزات خرافية لم يعني لضيق الوقت يعني لكي تكون الحلقة يعني ملخصة، أعطيتك مزايا مهمة في هذا التطبيق، أتمنى يكون نال إعجابكم هذا التطبيق، وإن شاء الله هنا كما ترى واجهة تغيرت تماما عن شكل الهاتف القديم، أتمنى يكون أشرحنا لإعجابكم، فلا تنسوا دعمنا بزر سبسكرايب ولايك لكي نواصل، وشكرا على